هو انتوا رايحين فين بس؟ عايز افهم. يلا نروحك وبعدين نبقى نتكلم هناك. لا انا جعان قوي دلوقتي، وبعدين انا عندي فكره، احنا نروح ناكل في مكان ونتكلم براحتنا، مش انتوا برضو عازميني؟ يلا يلا انا اعزمك. اتفضل. وانت شايف ان سعيد قد المسؤوليه اللي كلفها له الامير؟ اخ ابراهيم، الامير ابو زياد اعلم منا بالكثير، وانا الاخ سعيد بستبشر له بمستقبل كبير في الجهاد، لكن اعتقد انه ما عندوش خبره كافيه، وهو دلوقتي مش قدها. بعت لهم رساله اقول لهم ان احنا جاهزين للعب. هنقضيها أكل، ما تجاوب يا ابني. اسأله وأنا جاوب. تعرف حازم منين؟ تقدري تقولي في مقام أخويا الكبير. أخوك الكبير؟ ليه؟ هو أنت من بقيت عيلتي وأنا ما أعرفش ولا إيه؟ ثانية واحدة يا سليم، خلينا نفهم بس. أخوك الكبير إزاي يا علام؟ حازم كان صاحب أخويا الكبير. مين أخوك ده؟ واسمه إيه؟ أخويا حماد الوليد الله يرحمه. يا ترى يا عزت بتلعب بيا واتغيرت؟ ولا فعلاً بتعمل كده عشان يخايف عليا؟ عمري ما شكيت فيك، لكن تصرفاتك بقت غريبة. بس هو لو عايز يخلص مني ويأذيني كان عامل كده بكل سهولة. أنا سري كله معاه. أنا ما بقيتش قادرة أفكر، حتى الإنسان الوحيد اللي في العالم اللي واثقة فيه ابتديت أشك فيه. هادي يا نهى هادي، عزت بيحبك. آه صح، عزت بيحبني. بعد موت حماد أخويا كان حازم دايماً بيسأل عليا، يعني كان دايما بيخرجني من مشاكل كتير انا بقع فيها، مره بسبب طولة لساني، او اكون مشترك في مظاهره فتخلص بتكسير او ضرب. كان دايما بيقول لي هاجي يوم مش هعرف اعمل لك حاجه. ايه علي علام؟ علام، في حاجه تخص حازم احنا بندور عليها، واسمك كان مكتوب في الكتاب، المفروض ان انت عارف طريقها. صدقيني لو اعرف انتوا بتتكلموا عن ايه اكيد هقدر اساعدكم. تفتكر حازم كان يقصد ايه بالمكتوب ده؟ السلطه الرابعه ابن الوليد 3 وحايد 08 مزاد تكتمل خطاك من داخل الجوهرة. انت فهمت؟ ها؟ من بعد حماد اخويا ما مات الحزن ملأ قلب والدي الله يرحمه. بالمناسبة هو كان صحفي برضه وكان عنده جريدة اسمها السلطة الرابعة. يعني حازم كده ما كانش قصده الصحافة عموما لما قال السلطة الرابعة. انا مش فاهم حاجة. استنى يا سليم كمل يا علام. فجأة بقى في ضرايب على والدي، كانوا عايزين يحجزوا على أي حاجة هو يمتلكها، فحجزوا على المطبعة وباعوها في المزاد العلني، وهنا ظهر حازم. خد علام ده مفتاح المطبعة. المطبعة خلاص بقت ملكك، باعت في المزاد وانت اشتريت. أيوة أنا بديك نسخة اهو، وأنا معايا نسخة تانية. أنا مش هغير أي حاجة فيها عموما، لأن أنا عارف إن هي ذكرى غالية لأبوك والحماد الله يرحمه. المكان ده كان حلم أبويا في يوم من الأيام، بس خلاص يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها. أنت بتقلب كئيب ليه فجأة كده؟ ما أنت كنت كويس يا ابني وبتتريق على أي حاجة وبتتريق على نفسك، في إيه مالك؟ صدقني أنا مش عارف أرد لك الجميل ده إزاي يا حازم. هيترد. هيجي له يوم ويترد. ابن الوليد ده أنا، والسلطة الرابعة اللي هي الجريدة، والرقم اللي مكتوب ده رقم صندوق بريد الجورنال، والمزاد بيع المطبعة في المزاد العلني. كده فاضل حاجة ما جاوبتش عليها. إيه؟ الجوهرة. مكنة الطباعة. يعني إيه؟ أبويا الله يرحمه كان مسمي مكنة الطباعة بتاعت الجريدة الجوهرة. هو فعلا كان شايفها جوهرة غالية عنده جدا، وغلاوتها بتزيد مع كل ورقة بيطبعها من الجريدة، وعشان كده مرضاش يبيعها لما قفل الجريدة. تكتمل خطاك من داخل الجوهرة. كده وضحت. أنا عايزة أروح المطبعة دي دلوقتي حالا. يلا بينا مفيش مشكلة. ثانية واحدة بس، حد يفهمني أنا مش فاهم حاجة. هتفهم بعدين يا سليم. حساب لو سمحت.